هو عن لقاح كورونا، خاصة بهذه الفترة كل الدول أو بعضها تم من قبل مواطنيها أخذ جرعات اللقاح اللي هي تخلينا نحد من انتشار فيروس كورونا وتحمينا بنفس الوقت. لكن بالعراق أو في حين ما وصل للعراق لقاح فيروس كورونا، الناس كلها تخوفت من عنده بسبب بعض الأقاويل، بعض الكلام يلي يخص هذا اللقاح والمخاوف يلي تراود الناس، وممكن ياهم الحق، لأن سمعنا ممكن أكثر من حالة صارت عندهم سايد أفكت بسبب هذا الموضوع، ممكن حتى أودى بحياتهم. لكن اليوم راح نعرف أكثر عن هذا اللقاح وعن الحملة يلي انتشرت بالسوشيال ميديا، حملة أطلقوها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو هاشتاغ اللقاح ما مات. الغاية من هذا الهاشتاغ اللقاح ما مات حتى الناس تقبل على أخذ جرعات لقاح فيروس كورونا بدل العزوف عنه. طبعا اللي لقح ما مات هو هاشتاغ انطلق على كل مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وصار ترند. الهدف منه هو تشجيع الناس العازفين عن أخذ اللقاح بالتسجيل والتوجه لأخذه، كون العراق من الدول المتأخرة جدا بأخذه رغم وصوله بأنواع مختلفة، وهذا الأمر كفيل بأنه يجعلنا من الدول المتأثرة بتبعاته لفترة طويلة من الزمن، كون البلدان يلي قامت بتلقيح الشعب بنسبة 70% هي يلي استطاعت أن تعود للحياة الطبيعية فقط. هاي الحملة ساهم بدعمها عبر منصاتهم الإلكترونية عدد كبير من الناشطين والإعلاميين وأصحاب الاختصاص، منهم الإعلامي علي فرحان مثل ما تشوفون. راح نشوف بالبداية، خلينا نشوف المراسلة والصحفية نغم التميمي شنو قالت بهذه الحملة اللقح ما مات. تقول: في مثل هذا اليوم خلال العام الماضي كنا نوني النفس بعلاج أو ابتكار ولقاح يبعد علينا شبح الموت من كورونا. اليوم الفرصة متاحة لكم وبالمجان، سارعوا إلى أخذ جرعة اللقاح فهي كالأعشاب، إن لم تنفعك لن تضرك. وأطلقت أيضا وضامنت مع هاشتاغ اللقاح ما مات. الإعلامي علي فرحان مثل ما تشوفون نشر وقال: الشعب الوحيد بالعالم اللي خبص الكائنات لأن اللقاح تأخر، ولما إجى اللقاح ما يقبل ياخذه. يا أخوان أخذوا اللقاح، إذا مو على موتكم الخاطر أهلكم وناسكم وأحبابكم، ويا ريت تساعدون بنشر هاي الحملة التوعوية. وأيضا أطلق هاشتاغ اللقاح ما مات، بينما علقت دكتورة هيفاء على هذه الحملة. طبعا هيفاء قالت بأنه أنصح الشعب العراقي جميعا بالتلقيح ضد مرض كوفيد-19، تلقيحك لا يعني عدم إصابتك بل يعني حمايتك من آثار الخطيرة على حياتك وإنقاذك من احتمال الموت لا سامح الله. وذيلت هذا الموضوع أو هذه التغريدة باللقح ما مات. أما عندنا أيضا العديد من الأمور اللي علقوا على هذا الموضوع، راح نشوف بعد منو اللي علق. الكاتب صالح الحمداني شارك بهذه الحملة ويقول: أنا وعائلتي من أوائل من سجلوا وأخذوا الجرعة الأولى، فقدنا أخي وابن عمي بسبب اللقاح وما أريد نفقد أحبة أكثر. وأيضا ذيل هذه التغريدة بهاشتاغ اللقاح ما مات. إذن هذه بعض التغريدات اللي شفناها من قبل الفنانين والإعلاميين والكتاب يلي هم يأيدون ومحبذين هذا الموضوع ويدعون الشعب العراقي بأكمله بأنه يأخذون هذه الجرعات، جرعة لقاح فيروس كورونا، حتى أولا يحد من انتشاره. وذكروا السبب: اليوم كل الدول يلي رجعوا يمارسون حياتهم الطبيعية السبب لأنه أخذوا هذه الجرعات من اللقاح، ألا العراقيين رغم أنه كانوا يعني بالبداية قبل لا يوصل اللقاح للعراق كلها تقول وين اللقاح وين اللقاح أريد اللقاح، لكن من وصل للعراق نشوف هواية ناس عازفين عن هذا اللقاح، ومن ضمن الأشخاص اللي لقحوا زميلنا مصطفى. فأحكينا عن هذه التجربة، خير دليل اليوم موجود عندنا هو زميلي مصطفى يلي أخذ جرعة فيروس كورونا. أحكينا عن هذا اللقاح وشو الأعراض اللي جتك بعد ما لقحت. يعني مو بس أنا وعائلتي بالكامل، يعني كليتنا تلقحنا بهذا اللقاح، والأعراض طبعا أنه صار صاحبك يعني ورا يوم طيب صار عندك سخونة، أوكي، وصار عندك نوعا ما خمول وتعب، زين، يعني صار يمكن ليومين مو أكثر. زين، سؤال: انت قبل ما تاخذ اللقاح، اني حسب ما سامع ضروري قبل اللقاح لازم تشيك اب تسوي تشيك اب او فحص فيروس كورونا طبعًا. انت سويت هذا الشيء؟ اي طبعا اكيد. زين، يعني اني وعائلتي، لانه لازم تلقائيا تسوين
الفحوصات شيك اب كامل، يشوفون انه انت كنتي مصابه بالسابق، زين صارت عندك اصابه او لا، وكل هذه التفاصيل، فبالتالي بعدها تاخذين الجرعه بشكل جدا طبيعي. يعني مو بس انا، يمكن شفنا الالاف مؤلفه من الناس الموجودين اللي يقومون ويأخذون هذه الجرعات اللقاحيه. بالضبط، الحلو بالموضوع اليوم مشاهدينا اكو مختبرات، هوايه من المختبرات بكل مناطق بغداد ومناطق العراقيه والمدن، انه هذه الجرعات هي بالمجان، فاللي يحب يتوجه ياخذ هذه الجرعات حتى ما تكون اكو حجه بالموضوع، هي مجانيه. واللي يقول انه مثلا يمكن هذا مجرد اعلان والى اخره، بالايام الجايه اكيد من راح يوصلني الفيديو اللي انهم صوروا ممتاز هذا كيفيه اخذ الجرعه واللقاح، لان يعني تعرفين من يتوافد لهم يعني اي شخص مثلا شخصيه عامه زين يصورون حتى يوضحون للناس انه الفنان الفلاني او الصحفي او الاعلامي او الى اخره انه توافد لموضوع انه اخذ هذا اللقاح، فاكيد راح اراويكم يعني ماكو داعي الفيديو للخوف ابد، ماكو داعي للخوف نهائيا، موضوع جدا طبيعي. وعلى فكره اللي عنده مناعه جدا قويه ليس صاحبه ارتفاع بدرجه الحراره ولا راح يصير عنده خمول جدا قوي، يكون عنده جدا بسيط، صداع بسيط. هذا اللي مصاب مسبقا بالفيروس؟ لا لا لا، هي اللي عنده مناعه بصوره عامه، اللي عنده مناعه جدا عاليه. حلو. تصاحبه يمكن ارتفاع درجه حراره كلش بسيطه، صداع بسيط، مو مثل الاشخاص تكون مناعتهم ضعيفه، فالموضوع جدا طبيعي. واني اكيد ادعي كل الناس انه يروحون حتى ياخذون هذه الجرعات اللقاحيه حتى يحافظوا على صحته وسلامته. واحنا ما نقول انه بعد بالتالي احنا ما راح نموت، هذه الاعمار بيد الله اكيد، لكن اكو شيء بالواقع انه الله طانا عقل. صح. يعني احنا الله طانا عقل ووعي وثقافه صحيه انه نتلقح ناخذ الجرعات الوقائيه حتى نقدر انه نحافظ على انفسنا ونحافظ على عوائلنا وكل ناسنا واهلنا والمقربين، فادعي الكل انه هاشتاج فعلا نلقح. ماكو اعمار محدده تاخذ هذا اللقاح؟ الاطفال ما ياخذون. ما ياخذون. يعني لحد الان الاطفال ما ياخذون هذا اللقاح. طيب. لكن الاعمار الباقيه كلها مسموح لها انه تلقح، والموضوع يعني مجانا وما راح تخسر شيء. اما موضوع على فكره ذكرتيني الموضوع انه تروح، لازم ما مسؤولين احنا عن اي اعراض جانبيه تصير بيك واللي راح، هذا كله ترى ماكو. ممتاز. هذا كله تهويل، مجرد سوشيال ميديا والتهويل اللي يصير بيها، انه تروح على مسؤوليتك ويقولوا لك انه من تلقح ايش راح يصير بيك، احنا ما لنا علاقه، وهذا كله ماكو نهائيا، هذه التفاصيل ما موجوده. تشيك اب طبيعي، يشوفون انه انت كنت مصاب بالسابق، صارت عندك اصابه او لا، انه كنا ناس انصابت وما حاسه على نفسها انه هي صح بدون اعراض مصابه يعني. بالضبط صحيح. فبالتالي هذا تشيك اب جدا طبيعي، يشوفون انه مناعه الجسم، وبالتالي ياخذ الجرعات الوقائيه من هذا الفيروس، وراح يصاحبه بعدها بيوم ارتفاع درجه حراره، صداع بسيط ونحول بالجسم. هاي امور طبيعيه، هذا كلش طبيعي، لانه انت جسمك متعود على شيء طبيعي، وبالتالي تدخل له اجسام غريبه. صح. فاكيد الجسم يستغرب من هذه الاجسام، ف يصاحبه سخونه، صداع بسيط، خمول بالجسم يومين او يوم بالزايد، ويرجع الموضوع جدا طبيعي، تكسب المناعه اكثر وتحافظ على نفسك وصحتك وصحه عائلتك وكل ناسك ومحبينك. خلونا ننتقل وياكم مشاهدينا الكرام من اللقح، ما مات وان شاء الله ما حد ان شاء الله اكيد يا رب. يعني يمر باي عارض مرضي يا ربي، والصحه والسلامه لكل شعبنا العراقي والعالم اجمع من هذا الفيروس. ننتقل